شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ختام منافسات سباق الآيرون مان في الشرق الأوسط آخر جولات سباق الترايثلون التي انطلقت صباح اليوم بمشاركة نخبة من أبطال العالم وأبطال الألعاب الأولمبية وعدد من الأسماء الكبيرة في هذه الرياضة إلى جانب رياضيي البحرين المشاركين في هذه البطولة. ولدى وصول جلالة الملك المفدى حلبة البحرين الدولية الفورمولا 1 كان في استقباله سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. بعد ذلك توج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بميدالية المركز الثاني في بطولة الرجل الحديدي للشرق الأوسط ترايثلون، حيث أقيمت البطولة تحت رعاية سموه في آخر جولات التاج الثلاثي للترايثلون بمشاركة أكثر من 1100 مشارك من مختلف دول العالم. كما هنأ جلالة الملك المفدى فريق البحرين للتحمل للقدرة بإحراز المتسابقة دانيال ريف المركز الأول في سباق السيدات. ثم قدم سمو الشيخ ناصر إلى جلالة الملك المفدى إيجازا عن هذا السباق الذي أصبح من الرياضات التي تحظى مملكة البحرين بتنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وعن عدد المشاركين في بطولة الأيرومان. بهذه المناسبة هنأ جلالة الملك المفدى سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد على تنظيم هذا السباق وإظهاره بالصورة المشرفة، مما يعكس قدرة مملكة البحرين على تنظيم مثل هذه الرياضات الكبيرة واستقطاب أفضل الرياضيين العالميين. وتبادل جلالة الملك المفدى الأحاديث مع الرياضيين المشاركين في هذا السباق الذين أبدوا شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على تنظيمها لسباق الأيرومان وتقديرهم لما قدمته من تسهيلات وإمكانات لإنجاح هذا السباق. وأكد جلالة الملك المفدى أن هذا الحدث الرياضي حظي بمتابعة وحضور جماهيري كبير وعكس المنافسة الشريفة بين رياضيي العالم، منوها جلالته أن الرياضة وسيلة لتعزيز التعارف والصداقات والتعاون بين رياضيي العالم، متمنيا جلالته للمتسابقين كل التوفيق واستمرار النجاح. His Majesty, the King of the Kingdom of Bahrain, His Majesty, thank you very much for having us. Come on, loose. Ladies and gentlemen, the inaugural Ironman 70.3 Middle East Champion Bahrain. Welcome Lucy Zelenkova. But please make a noise. His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa. How deep is your love? As His Majesty the King presents Sheikh Nasser with the medal. You can beat the world, you can beat the world. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah.
Sheikh Nasser, this is your Hall of Fame, surrounded by your family, your loved ones, and the beautiful people of your kingdom of Bahrain. Ladies and gentlemen, one more time, everybody, make a noise. Sheikh Nasser, one, two, three, come on.